أنا اسمي الطيبة بالصبحي، رايحة أولى ثانوي. الكتب اللي أنا قرأتها أول كتاب كان قصة اسمها قصة الجزار، كان بيتكلم عن راجل مراته، يعني راجل اشتبه فيه يعني واعتقلوه وموت وقتل مراته وكده، وهو انتقم بطريقة دموية غريبة جدا. تاني كتاب اسمه أحداث النهاية، كان بيتكلم عن أهوال يوم القيامة والعلامات الكبرى والصغرى. تالت كتاب كان اسمه قصة السيدة خديجة، كان بيتكلم عن حياة السيدة خديجة قبل بعثة النبي وبعدها، وازاي هي سمت النبي وحياتها يعني قبل وبعد. ورابع حاجة مسرحية الزعيم، وكان بيتكلم يعني إن الرئيس مات وجو واحد فقير مكانه، ومبين قد إيه يعني الفقير عانى لما قعد مكان الغني. رأيي في الجزار إنها قصة مخيفة إلى حد كبير، ولكن أنا كان عندي اعتراض على طريقة انتقام اللي كتبها المؤلف. أحداث النهاية فكرة الكتاب مهمة، لكن المؤلف أساء تنظيم الأفكار وشرحها، فأنا ما أنصحش أي حد إنه يشتري الكتاب ده أو يشتري أي كتاب من المؤلف ده. طيب